يقول السائل: كنا قادمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وزوجتي برفقة مجموعة، وكانت حالة زوجتي لا تسمح بالإحرام حيث كانت الدورة الشهرية قد بدأت قبل أن نتحرك من المدينة، وعندما وصلنا إلى مكان الإحرام أبيار علي لم تحرم زوجتي لهذا السبب، ووصلنا إلى مكة فلم تتمكن زوجتي من أداء العمرة. السؤال: هل من الضروري أن تعود زوجتي إلى أبيار علي لكي تحرم منها، أم يجوز لها أن تحرم من مسجد التنعيم؟ هذا من الجهل، عملكم هذا من الجهل. ولو أنكم سألتم، وأنتم في المدينة أو في الميقات لزال هذا الجهل. الحائض لا تمنع من الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام، تحرم المرأة وهي حائض، تحرم وهي نفساء، لا يمنع هذا إنها تحرم وتلبي بالحج أو بالعمرة وتتجنب محظورات الإحرام مثل غير الحائض. ليس من شرط صحة الإحرام الطهارة من الحيض أو من النفاس. وإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. الذي يمنعه الحيض هو الطواف بالبيت فقط، وأما بقية المناسك فتعملها الحائض. لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما نفست أسماء بنت عميس وهي في الميقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر وهي في الميقات، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفسة، فتحرم الحائض والنفسة، ولكنها تؤجل الطواف والسعي حتى تطهر وتغتسل. فلو أنكم أمرتم هذه المرأة بالإحرام وأحرمت وجاءت معكم وجلست في البيت أو في منزلكم حتى يزول عنها الدم وتغتسل ثم تؤدي العمرة، لكان هذا هو الصواب. وما دامت أنها جاءت للعمرة وتعدت الميقات جهلا منها بدون إحرام، فإن الواجب عليها إذا أرادت العمرة أن ترجع إلى الميقات إلى ذي الحليفة وتحرم منه، وإذا لم ترد العمرة فليس بلازم. إن كانت تريد العمرة ترجع إلى الميقات الذي تعدته وجاءت بدون إحرام، وإذا لم ترد العمرة فليس بواجب عليها، تغتسل وتطهر، تطوف بالبيت وتصلي بالمسجد الحرام الصلوات الخمس وتجلس في المسجد الحرام، ولها الأجر في ذلك ولو لم تأتي بعمرة.